أهم المطالب اليوم كشركة بمعمل الغذاء؟ نحن منطالب برفع القيمة الوجبة الغذائية، منطالب بتثبيتنا نحن كعقود، إلنا 10 سنين عقود سنوية، منطالب بتحويل العقود المهنية إلى عقود سنوية. طبيعة العمل، الحوافز كلنا منطالب فيها. نحن طبيعة العمل عندنا ضعيفة جدا بالنسبة لصيغة العمل الإنتاجي، كون الطبيعة عمل إنتاجي. كذلك تحسين وضع الوجبة الغذائية، بالنسبة للوضع الحالي وجبتنا الغذائية 30 ليرة يوميا، يعني ما بتعادل ربع بيضة، يعني على الأقل ما يمكن كاسة حليب وبيضة. تحسين الحوافز، رفع قيمة الحوافز، كمان بدي أقول لك على أكمل إنه رواتبنا ضعيفة، كون نحن عمال إنتاجين، يعني أغلبنا عميق 8 ساعات 9 ساعات وأغلب 24 ساعة. أول شيء يثبتونا، صرنا 13 سنة، تثبيت العمال، رفع طبيعة العمال، وبدنا قيمة الوجبة الغذائية 300 ليرة يعني بهالأيام ولا شيء، وإذا بس يعملوا لنا أعمال مجهدة. هيك يعني بتمنى هاي المطالبات كلها هذه. بتمنى انه يزيدوا لنا الوجبه الغذائيه، يرفعوا من قيمتها، لانه الوجبه كلها ما بتجيب 4-5 بيضات، عرفت كيف؟ هيك ونتمنى يفكروا لنا بالتسريح كمان، تسريح مبكر. احنا ما عندنا صعوبات عم نواجهها، لطبيعه عمل نحن عم نشتغلها ومنأديها، بس نحن عندنا حقوق، نحن هلا صرنا 10 سنين و12 سنه بالشركه مانا مثبتين، وفي عقود خبرة صار لخمس سنين كمان ما أنا مثبتة. نحن منطالب كل الجهات المعنية كلها إنه تنظر بهالموضوع، إنه يثبتونا بقى ونستقر، والضمان الصحي يكون عندنا هيك ضمان صحي مثل كل الشركات. طالب بشغلة واحدة، إنه رفع قيمة الحوافز يعني بالنسبة للعمال، يعني بس ما أكثر، يعني طبعا بما يتناسب مع الواقع المعيشي، ما إنه الطالب لي شخصيا، يعني إنه الطالب لكل العمال هون بما يتناسب مع الوضع المعيشي عندنا بالبلد. نحن عقود خبرة، بتمنى انه تصير عقود على القليل عقود سنوية، زيادة رواتب، زيادة قيمة الوجبة. مطالبنا كثيرة، الحوافز، طبيعة العمل، نحن على اساس وعدونا انه يساوونا بالدباغة وغيرنا سنة بسنة ونص. بتمنى يعلى الحوافز، يعلوا لنا اياها كمان شوي، لأن ما أنا كمان كرة الوجبة عندنا كمان ما نملى بالغزل.